الزبداني، القصف المتواصل على المدينة. لم تغب الشمس بعد على الزبداني، ولم تهدأ أصوات الانفجارات التي تروع ساكنيها. 80 يوما وحال المدينة الواقعة في الريف الدمشقي ملتهب حسب روايات الناشطين. مشهد مألوف لطائرات الميج هنا في الغوطة الشرقية، يستصرخ السكان لكن ما من مجيب. بعد مجزرة الذيابية بريف دمشق تتكشف للأهالي وجوه أبنائهم الذين قضوا خلال إعدامات ميدانية لا يعرف من قتل من. تعود حمص إلى الواجهة من جديد ويشتد القصف على السلطانية، وفي الرسطن يستيقظ السكان على أصوات المدافع والصواريخ. تقترب الصورة أكثر من الحي المستهدف فيظهر حجم الدمار، ويسارع الأهالي إلى إسعاف المصابين. كذلك الحال في هذه البلدة الحمصية، الدار الكبيرة تقصف القرية، فيتبين فيما بعد أن المستهدف مدرسة احتمى فيها مئات النازحين من المعارك. وفي دير الزور ينشغل السكان بالبحث عن الجثث تحت الأنقاض، فتكتب لهذا الرجل حياة جديدة. ومع اشتداد ضراوة المعارك في أكثر من جبهة، يدفع النظام بتعزيزاته العسكرية لإحكام قبضته على المدن، ومن بينها مشاع 40 في حماة. يبدو أن المدينة تشهد معركة كسر العظم بين الجيشين الحر والنظامي. وفي إدلب تعرضت مدينة خان شيخون ودير سنبل إلى قصف عنيف. يوميات تراجيدية لا تهدأ فصولها، ومشهد واحد يتكرر كل يوم، تشيع العشرات من قتل الحرب المدمره.